بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد، صياما مقبولا وإفطارا شهيا على مدار أيام شهر رمضان المبارك. الله سبحانه وتعالى يغفر لك 40 كبيرة من الكبائر أنت اقترفتها في اليوم والليلة. يعني من اقترف في يوم وليلة 40 كبيرة من الكبائر وشعر بالندم وأراد أن يغفر الله سبحانه وتعالى له هذه الكبائر جميعا التي عملها في يوم واحد 40 كبيرة من الكبائر، ماذا يقول؟ رجاء استمع، رجاء استمعي. قال الإمام الصادق عليه السلام: ما من مؤمن يقترف في يوم أو ليلة 40 كبيرة فيقول وهو نادم: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بديع السماوات والأرض ذي الجلال والإكرام وأسأله أن يتوب علي، إلا غفرها الله له. 40 كبيرة من الكبائر. الشرط الأول أنك تشعر بالندم، نادم على ما فعلت. والشرط الثاني لمغفرة 40 كبيرة أن تقول: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بديع السماوات والأرض ذي الجلال والإكرام وأسأله أن يتوب علي، إلا غفر الله له. انتهى. إلا حصريا، يعني إلا يفعل الله سبحانه وتعالى، يعني حتما يغفر الله سبحانه وتعالى له، قطعا الله سبحانه وتعالى يغفر له. يأتي فلان ويقول: كيف يغفر الله سبحانه وتعالى؟ عن طريق هذه العبارة والشعور بالندم 40 كبيرة من الكبائر. هناك تفسير لمولانا الإمام زين العابدين عليه السلام لماذا الله سبحانه وتعالى يغفر لفلان 40 كبيرة من الكبائر. رجاء استمع. وردت هذه الرواية في كتاب الخصال الجزء الأول صفحة 143. قال الإمام زين العابدين عليه السلام: من قال أستغفر الله وأتوب إليه فليس بمستكبر ولا جبار. إن المستكبر من يصر على الذنب الذي قد غلبه هواه فيه وآثر دنياه على آخرته، يعني بمعنى لا يهتم مطلقا، يؤثر دنياه على آخرته، لا يهتم، لا يفكر بالله ولا يندم ولا يفكر بالندم، بل يتباهى ويصر على الذنب. من أنواع الإصرار على الذنب ليس فقط أن تكرر الذنب، لا، من أنواع الإصرار على الذنب أن تتحدث بالذنب أمام الآخرين وتفتخر به. فهؤلاء هم المستكبرين، هؤلاء هم المستكبرين، والمستكبر لا يغفر الله له أبدا. أما الإنسان الذي لا يستكبر على الله سبحانه وتعالى ولا يصر على الذنب، يحاول في كل مرة أن يتوب وأن يرجع إلى الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى يحب التوابين، كل ابن آدم خطاء، لأن خير الخطائين التوابون المستغفرون. فكلما أخطأ الإنسان وعاد إلى الله سبحانه وتعالى بالمغفرة غفر الله له. لذلك قال الإمام علي عليه السلام: طوبى لعبد رأى في صحيفته يوم القيامة وراء كل ذنب أستغفر الله. طوبى له، يعني هنيئا له، لأن الله سبحانه وتعالى سيغفر له، لأنه ليس من المستكبرين. من الذين لا يغفر الله سبحانه وتعالى كبائرهم؟ المستكبرين الذين لا يفكرون بآخرتهم أبدا، لا يفكرون. فكلامنا مع أنت وأنت وأنا الذين لا نصر على الذنوب، بمجرد أن نرتكب الذنب نرجع للتوبة ونشعر بالندم ونحاول أن نرضي الله، فقط هذه المحاولة لإرضاء الله. الله سبحانه وتعالى يقول كما جاء في الروايات: علم عبدي بأن لديه إله يحاسب على الذنب ويعفو عن الذنب لأنه يعتقد بذلك غفرت له. مضمون الرواية: لأنه يعتقد بأن لديه إله يحاسب على الذنب ويعفو عن الذنب فقد غفرت له. أما هؤلاء المستكبرين الذين نراهم اليوم، لا أبدا، لا يفكر في الآخرة أبدا، غرق في الحياة الدنيا، غرق في شهوات هذه الدنيا، آثر هواه على هوى الله سبحانه وتعالى ولا يندم أبدا. ألا تلاحظون بعض الناس عندما تقول له: هل أنت نادم على ما فعلت؟ يقول: لا، لست بنادم، ولو رجعت يعني عفوا إلى الزمن الماضي لفعلت نفس الفعل. إذن عرفنا الآن
أنا أعتذر لصوتي المتعب قليلا لكثرة القراءة، العذر عند كرام الناس مقبول إن شاء الله. إذا من قال وهو نادم أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بديع السماوات والأرض ذي الجلال والإكرام وأسأله أن يتوب علي، إلا غفر الله له 40 كبيرة اقترفها في يوم أو ليلة. قلها الآن وأنت تشعر بالندم، وأنت تقول يا رب وفقني لعدم الرجوع إلى المعصية، وانظر كيف أن الله سبحانه وتعالى يفتح لك أبواب التوفيق في عدم معصيته عز وجل. برنامج صباحات والأيام من محمد، خادم في مرقد الحسين بن علي عليهما السلام.